الاخر دول مرين قوي. بالحبل مدام قعدت افكر مع نفسي قلت ليه، ايه رايكم لو احنا نكلم كومنتات قد عدد اللايكات نقدر نعمل. انا مش قادر اتكلم عشان مناخيري مقفوله، الدنيا بارده عندي. فايه علي النعمه ومستشفى الامراض النفسيه لو يشوفوا الفيديو دوت هيودوني المستشفى. ايوه واحد في الليل عم عنكب زمر وركب. هو الباشمهندس بيعمل ايه يا سياده؟ بزمر. الا اركب لك بالونتين وافضل ازمرك في الحلقه. بيبيب اوع 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 الكلاكسات ولا الحقني في ناس عندي. بخلوهم يزمروني. ايه حشرلك الزمره زغزغوك بالزبط. ولا 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 بيتي 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 بوتي 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 ايه ده؟ ده عم عنكب شد ورقه. عم عنكب ورقه. بقول لك يا صاحبيه خلي الجدع ما تشحل ب 5 جنيه رصيد. 5 جنيه رصيد؟ ليه؟ كنت سونيا؟ معلش بقى خلي الجدع بس عشان عايز اكلم ابويا. ابعت له كلمني شكرا. بيعمل نفسه مش شايف. يا عم خلاص انت صعبت عليا وانت طيب. ولا صدقني انا جايب لك حاجه قليل ادب يا متوحش. بليز يا متوحش ارحمني يا متوحش. يا متوحش لا يا صديقي لا، عندما تأتينا الطعنة من الخلف يجب علينا أن نقف في صف واحد ثم نقول ده الاكس اللي انت فيه ده، ده الاكس اللي انت فيه ده. انت بتعمل ايه؟ وانت مش ملاحظ انك قعدت على حاجه كده مطريه؟ يلا يا عم سوق يا عم سوق سوق يا عسل. انت قاعد على رجلي يا عسل. انت واخد بالك ولا مش واخد بالك انك انت قاعد على رجلي؟ رجلك دي الفتيس ده ولا من دي رجلي من دي؟ اعمل نفسك عبيط، اعمل نفسك عبيط. بص بقى فين ايه رجلي؟ قاعد على رجلي، قاعد على رجلي اهي، قاعد على البزمه بتاعه رجلي اهي. فاهم مالك فين؟ قاعد في الاوفه. سي 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 بس انت بعد عن رجلي والدنيا تبقى حلوه. بص هيقعد ينزل على رجلي ازاي وعامل نفسه مش واخد باله؟ يا عم بقى فيها يا عم انزل يعني؟ لا خليك خليك على بدل على دماغي على حجي. اي حد دلوقتي على حجي على حجي. بس حلو قوي. يلا بينا ده العربيه اتقلبت كده ليه؟ يلا بوش بقى بوش يعني كده الحقني يلا ولا هموت يلا. ده انا امبارح كنت قلبها مجزره في المكان ده اهو، نفس المكان اللي انا قاعد فيه ده اهو كنت قلبه مجزره امبارح. يا لهوي ما حدش شافني امبارح كنت عامل ايه. بطل ضرب بطل ضرب ما تظلمش ما تظلمش. بص طول عمري بقول عليك انت راجل يا عم انا عليكم دويس ابقى تعالى. ايه ده ايه ده يا اسطى؟ يا جدعان حرام عليكم يا جدعان. حلو ادي كلبه قتلت كلبه يا اسطى. يا اسطى كده شوف كم بنت الرجول اللي حواليا. يا رب يا رب يا رب يا رب ابو كلبه. لا 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 روح علوبي مجزرة مجزرة. والله مجزرة والله عامل مجزرة. ايه ده يا عم؟ صورني جنبهم يا اسطى بالله عليك صورني جنبهم يا اسطى. والله صورني جنبهم يا اسطى. انا مش عاوز اطلع الطياره ولا اللي انت مين يا اللي بتتكلم؟ انا سعيد بيه. سعيد مين انت؟ لا اسمك سعيد. اسمك سعيد انا حته. انا سعيد بزو. سعيد ايه يا ابني انا مش سامعك كويس. انا بنزو عارف بنزو. ايوه انا بنزو الله ينور عليك. انا بنت انت مالك فرحان كده لانك انت ايوه انا بنت الله ينور عليك. تعالى يا عم انا مالي انا مالي ولا خد 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 يا حريف تعالى. ده انا بص بص انا راسي بقى شبه الشمع. انا الشمع احترق من اجل الاخرين. سلم عليا وانا مشعر. يا ولا يا ولا يا مشعر يا ابو حميد. يا ساتر يا ساتر. ولا يا ابني في ايه مالك يا ابني حد مات؟ لا 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 قول يا جدعان الاخبار اللي على الصبح دي. ما تقول يا ابني في ايه مالك؟ بقول لك سقوط فستان ليلى ليلى. ده اللي انا كنت خايف منه، ده اللي انا كنت خايف منه وعامل حسابه. طب حد يتاكد لنا المصدر يا جماعه فين؟ ولا حد يشوف لنا اخبار تكذبه على الصبح ولا ايه؟ يا ساتر على الاخبار اللي على الصبح تحرق دم الواحد.
مشكلة جامدة علي النعمة اللي بقى تقرأها. افتح النت على الموبايل. الف سلامة على موبايل انسة. انا ابو ايه اللي حكمة وهي حقيقة. قول ابو الحكمة. قال لي ايه الا ان تستطع ان تكون سعيدا فحط صبعك في ودني اللي جنبك. والله حط صبعي في ودنك انت وابوك. يا عم ما تقول اخبار حلوة ما تقولش. خبر عاجل. مولت بقيت بالجبنة. ولا. ايوه. على النعمة انا وادها الكور. اشطة على الاحتراف يا جدعان. اطلع بقى سبايدر مان. عروني من في الحاويات. مين مقفل الحاويات ناو؟ ها؟ مين؟ يلا بقى انا عايز بقى اتذكر فيكم. ابتسموا سوف يتم القبض عليكم. استنى من تاني. ولا. احترف يا جدعان. احترف يا جدعان. مش الاحتراف عايز مني يا جدعان. مش عارف. تعبت من الاحتراف. تعبت خلاص من الاحتراف. ماما انت لا بتخطفنا لنا عبيل للبسي. ماما انا عايز اروح. قلبه واقف والله. حد يخد حد كده هو يشرب مية. انتوا مش ترتاحوا مرة غير مبهبل لنفسي وانا بص بلتي بالدنيا. حلو. روق نفسك انت محاصر يا ولا. يا ولا وانت كمان يا ولا. ده مين اللي عمال يهتب لهم ده؟ داناتيلو. ابن مستر فاروق. اسمه ايه ده؟ المعلم رشيد. المعلم رشيد منهم تحت في البلاعه. فاهم انت عمال يرشدهم. احنا مش ناقصين بقى شغل الفرن بقى يطلع هنا على البلاعه. مش ناقص العمليه مش طالبه. يا ساتر. ولا اخد باظي. لو كانت تبقى لقطه بنت لذينه. ايه ده انا اسف. عمري هون اضيع وانتو بعيد. اقتلوني. خلى يا مجعل. انت بتكلمني يا اسطى؟ انا خلى يا محلى. هتنزل فين يا حموده؟ انت بتكلمني اول ولا بتكلم مين يا اسطى؟ يا اسطى الكلام اللي معلمه لك يا اسطى تطلعه عليا. والله العظيم واحد بص فعلا تعمل خيرا تلقى الشر. تعال خد بخ. ايه مش حرامي؟ ايه ده؟ تعالى راح فين؟ تعالى مسكتيني. هي عامل ايه يا حمود؟ عامل ايه يا اسطى؟ الحمد لله. والله انت عامل ايه يا اسطى؟ بس يا انا معاك يا اسطى. بره يا خلاص تخلص. خش عم خش. السلام عليكم. عامل ايه؟ تعال يا ابن اللذين. تعال. ده والله انا يا اسطى انت حرفوش يا اسطى. الامانه يا اسطى بحب الحرفيش اقسم بالله. يا اسطى انت اخويا النهارده يا اسطى. تعال حرفوش. ولا يدوي يا عم. انت الجزء اللي تحت هو. تعال بقى اركب بقى. لا ايه لا هدوبك عشان اعرفك يا اسطى. مش بقى لا هدوبك عشان انا عايز حاجه من ايه لا عشان اعرف. انا عايز يس. تمام الدنيا حلوه اهي يا اسطى. ولا يا اسطى لا يا اسطى ما بيطلع. غريب في غريب يا رجاله. بس اضيع وانتو بعيد. اوعدوني مهما تهت تطمنوني. اوعدوني. خش يا اسطى خش يا اسطى. خد الحم ورايح. بالونتين في الباس يا اسطى. الحم ورا بعض. يلا ولا اجري. الحقنه ديت اللي بيمسكها يا اسطى. اسمع بس قبل ما تاخدها. اللي بياخدها بيكسب الجيم. خد الحقنه اهو. خد الحقنه. لا بتعمل ايه انت؟ بتاخدها بضهرك ليه؟ لا يا خدها دبها. دب انت قاعد جنب اصحابك يعني. هم انت كلكم هتوزع. دب الحقنه في قلبك يا اسطى. استخدم الحقنه. ايوه ايه ده في الجنب الشمال فاهم. روح بش عليهم الجيم بتاعك. امال لا وروح بس روح بص ديت يا اسطى. ولا ايه رايك فيها؟ الله ينور. ايه رايك يا اسطى؟ انت منين يا اسطى؟ انا من السعوديه. اجدع ناس يا اسطى والله. ان شاء الله بعد اسبوع. تعرف انا منين؟ عارف انا منين؟ حذر فصل ان انا منين. مصر. لماح ما شاء الله عليك. معك 20,000 ريال. لا
حين تراهم كم برحينا تلك إشارة فيكتور. اهرب اهرب حمودة ما بيهرب معلم. بربك يا حيني بربك بربيات واش بس 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 حمود ليش تستفدت بتوت بقى يا اسطى بقى عاش يا اسطى والله يا هو ده اللعب الاحتراف ثاني هو ده والله ما كنت شايفه اقسم بالله بعد اثنين يا ابني افكرت انك كده خلاص رحت كده بس لوك فينيش والله مره اوه هنا ساسكت قليلا اجري بيو بس كده خلصت كده